اهلا 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 يا صنبي، المحل نور. اهلا وسهلا. متشكر قوي يا استاذ جمال. امال دنيا هانم فين؟ راحت مشوار. وهتيجي امتى؟ والله مش عارف، بس مش هتتاخر عبال حضرتك ما تاكل تكون جت ان شاء الله. اجيب لك بقى شويه جمبري. لا 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 لا، متشكر. ليه ده احنا النهارده جايبين شويه جمبري طازه يستاهلوا بقك. متشكر قوي يا استاذ جمال، لما الهانم تيجي. خلاص اللي تشوفه حضرتك. عن اذنك اتفضل. لا قول يا استاذ جمال. نعم. هي دنيا هانم فتحت حساب في بنك تاني؟ ما هو حضرتك عارف بقى ان بتوع التجاره والاعمال يحبوا يكون لهم حسابات في اكتر من بنك عشان يعني. وانا قصرت معاها في حاجه يا استاذ جمال عشان تروح تفتح حساب في بنك تاني؟ لا والله يا عصام بيه، ده حضرتك يعني جمايلك مغرقانة والله. عموما لما تيجي يبقى سلم لي عليها كده من غير لا اكل ولا شرب ما تجيش. متشكر قوي مره تانية. عن اذنك اتفضل. دنيا فرجتي فرجتي يا خبر، ده انت احلى فروجه فيك يا اسكندريه كلها. انت كنت فين يا دنيا؟ كنت في الجنه يا فرج. جنه ايه ما تفهميني؟ كنت في الشاليه عند كونسل بي على البحر يا واد. لا على البحر ايه، ده جوه البحر في المنتزه. جنه يا فرج جنه. وايه المناسبه انك تروحي له الشاليه بتاعه؟ عزم. قعدنا واتكلمنا مع بعض واشتكيت واشتكالي ذوق قوي يا فرج، وحنين حنيه وشيك شياكه. يا خرابي بيه يا واد، ولا البهوات اللي بنشوفهم في السين. لا دي اظهر الحكايه دخلت في الجد بقى. حق يا واد، لو السناره غمزت هتلاقيه واخدني معاه لفوق فوق قوي، وادخل حياه البهوات والهوانم على حق. ايوه يا اختي، مفيش حاجه شغلاكي غير انك تحققي احلامك انت، لكن احلامي تهديها على دماغي وتطردي البت اللي كانت ماسكه فيها وبتحبني. يا واد اكبر بقى استنضف. انا عماله اقول لك كاظم بيه والشاليه والحياه الهاي لايف، وانت ماسك في العره ياسمين دي. طب افرض انا وقعت كاظم بيه، مش هياخدني جنبه؟ انا عايزاك كمان انت تبقى جنبي وتاخد واحده كده قبها تليق باللي هنبقى فيه. يعني انا كمان هبقى قبها معاك يا دندن؟ طبعا، مش اخويا لازم أن تطلع معايا، لازم انقي لك حته نتفه واحده قليل ان ما خدت لك بنت كاظم نفسه. يا لهوي بجد يا دنيا؟ جد طبعا. هو انا ليا غيرك؟ لكن الاشكال دي هتشدك لتحت، وانا لو دخلت وسط الهوانم مش هينفع تبقى جنبي لو خدت واحده زي دي. فهمت بقى؟ فهمت يا دندن، ده انت عقلك ده مكنه، كان نفسي عقلي يبقى زي عقلك. صعب يعني، اني دنيا والاجر على الله. انت بس خليك معايا وامشي ورا كلامي، هندخل حياه القبه والهاي لايف. وهنبقى هاي لايف؟ هاي لايف يا واد، اخر هاي لايف. تتشرف الجمعية بفتح باب التبرعات لأيتام وأرامل الإسكندرية. تفضلي. ألفين جنيه من فوزي بيه الهلباوي. ألف جنيه تبرع من ليلى هانم رمزي. تلات آلاف جنيه من شاكر بيه رستم. ألف جنيه من كاظم بيه رفعت. عشر تلاف جنيه مين؟ دنيا هانم عبد الهادي. عشر تلاف جنيه من دنيا هانم عبد الهادي. نشكر كل من تبرع لصالح ايتام وارامل الاسكندريه، وجزاكم الله خير وكل سنه وانتم طيبين. ايه ده ايه ده؟ هو كاظم قام كده ليه من غير ما يقولي ولا حتى يعبرني؟ طبعا اول ما شافها بطلي غيره يا جميله، هو ماله مالها بس؟ فشوله يا كاظم، اول مره في حياتك تكذب عليا. ست مين دي؟ الست صاحبه محل السمك. طب انا هعرفها منين؟
يبقى جايز بقى الست اللي انا شفتها في محل السمك دي تبقى امها مش هي. برضو مصمم تضحك عليا؟ انا ولا بضحك عليكي ولا حاجه يا جميله. الله، يعني فاكراني بدقق في كل ست بشوفها؟ اللي انا شفتها قلت لك عليها، انا مالي بقى طلعت كبيره ولا طلعت صغيره؟ طب تقدر تقول لي بقى ارتبكت وجريت مشيت ليه؟ ده انت عمرك ما سبت حفله بالطريقه دي، وعمرك ما مشيت من غيري. ايه اللي جرالك يا كاظم؟ كنت تعبان يا جميله، كان عندي صداع جامد جدا، مشيت وما رضيتش اقول لك عشان ما اعملكيش ربكه مع ضيوفك. يا سلام يا كاظم، انا عارفاك كويس قوي، ما تهربش من موقف اللي كنت عاجز عن مواجهته. موقف ايه وعاجز ايه بس؟ ليه عاوزه تعملي موضوع من لا شيء؟ انت ما تتصورش حطيتني في موقف سخيف قد ايه. كل الناس سالتني عليك، ما بقتش عارفه اقول لهم ايه عن مشيك بالطريقه دي. تقول لهم الحقيقه، تعب ومشي. اسمع يا كاظم، احنا عشره عمر وانا مش هتوه عنك. كل رمشه عين بترمشها وكل نبره صوت صدره منك بشوف فيها وبسمع منها الصدق من الكذب، وانت ردودك عليا دلوقتي بتقول انك مش صادق وانك مش كاظم اللي انا اعرفه، كاظم اللي كان طول عمره دغري زي حد السيف. انا زي ما انا يا جميله، انت بس اللي اعصابك تعبانه. انت لسه قايله دلوقتي ان احنا عشره عمر، معقوله حاجه اكذب عليكي دلوقتي؟ انا قلبي مش مفتوح لولا كلمه من اللي بتقولها يا كاظم، وبحذرك لو اتاكدت ان شكوكي في محلها هتشوف جميله تانية خالص غير اللي تعرفها، واحده تانية ممكن تعمل اي حاجه عشان تحافظ على بيتها وحياتها اللي حافظت عليهم وبنتهم وفانت فيهم سنين عمرها. انا بحذرك يا كاظم. يا سلام، والله ما في احلى من اللمه الحلوه دي وسط الحبايب. لا يا سي ابراهيم، ومش اي حبايب، انا ومحاسن من صغرنا اكتر من الاخوات وعمرنا ما افترقنا ابدا. حكيت له يا اختي، حكيت له على كل حاجه من طقطق لسلام عليكم وجاريكم وانت عيال صغيرين كده ورا عربيه الراجل. يا لهوي، معقول يا محاسن؟ لا، وشقاوتكم ومكفتكم للراجل اللي كان بيبيع الدندور. يا ستي، ده انت ما خليتيش حاجه. والله كانت ايام حلوه يا اختي ما تتنسيش. الله يرحم زمان، وايام زمان كانت ايام زي العسل. لا، والايام الجايه ان شاء الله عم محفوظ هتبقى احلى واحلى طول ما احنا مع بعض كده. يا رب دايما. والله يا سي ابراهيم، انا صحتي ما رجعت ليش الا لما عرفتك. ده والله من ذوقك وكرم اخلاقك يا عم محفوظ. طول عمرك راجل ذوق يا سي محفوظ. ده لولا وقفتك معايا اني لا كنت اعرف اروح ولاك بحكايه التجاره دي، ده جميل اني عمري ما هنساه. لا 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 يا سي ابراهيم، ما فيش بين الاهل والحبايب جمايل، ده واجب يا اخويا وكان لازم يتعمل. بس الحق دايما سي ابراهيم يقول لي لولا وقفت عم محفوظ معايا ما كنتش اعرف اخد ولدي شغلانه التجاره دي. اي أيوة والله يا ست محاسن، ربنا كرمه علشان لسانه الحلو ومعاملته الطيبة وأمانته. أيوة يا أخويا والله عندك حق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محاسن، مش هتاكلينا بقى؟ الجماعه زمانهم جاع. حاضر يا اخويا من عناي. واندهي الولا مصطفى وهيام عشان يجوا ياكلوا لقمه معانا. ما تخافش يا سي ابراهيم، انا اكلتهم من بدري، سيبهم بقى يلعبوا شويه وينبسطوا كده اهو. أيوة. طب مش هتاكلينا احنا بقى؟ قول بقى ان انت اللي جوع. ده ام محمود عامله لنا حته صينيه بطاطس باللحمه الضاني، هناكل صوابعنا وراها. ودي تيجي ايه جنب صينيه المسقعه